واحد كان بيطلع الشيطان بكرباج، فالشيطان اخذ منه الكرباج وحطه في، يا رب اجعل كلامنا خفيف على السامعين. يلا نبدأ فيلم ذا بوكس اوكسورزيست، واللي هضطر اكتب لك اسمه هنا علشان محدش يترجم الحاجة بمعنى غلط. الفيلم اخر مرة شفت فيها فيلم عن جلسة طرد ارواح كان في فيلم ذا كونجرينج ذا ديفل ميد مي دو ات، ولو كانش الاكثر تميزا ان بالنسبة لي احسن فيلم اجنبي في طرد الارواح بعد اوكسورزيست اللي هو بتاع البنت اللي بتقلب وشها ده تقلب راسها 360 درجة، هو ذا كونجرينج واحد. في الفيلم ده بتلاقي لون غريب جدا من القس او البابا او ايا كان الاكسرزيست اللي بيطلع الارواح الشريرة هنا، بتلاقي فيه طابع كوميدي وده جميل، بيضيف بعضا من الهدوء النفسي وانت قاعد بتتفرج على الفيلم. عشان كده انا كنت كاتب عليه ان هو الاكثر تميزا في تاريخ السينما من ناحية جلسة طرد الارواح دي، ان انت البابا نفسه اللي بيطرد الروح هو شخص كوميدي شخص هزلي، وده الجميل. مش لازم ابقى بتفرج على فيلم كله مأساوي وكله اسود في اسود ومش شايف حاجة خالص من الحاجة اللي انا بتفرج عليها عشان ترعبني اول الدرجة دي، لا اطلاقا. وفي حاجة من النقط اللي اهتم بيها الفيلم ده الى جانب الكوميديا البسيطة بتاعت البابا نفسه اللي هو الاكسرزيست نفسه بتاعنا، هو ان كان دايما بيربط الفيلم بالعالم الخارجي وبيربط الفيلم بالتكنولوجيا، من اشعة الرنين المغناطيسي اللي تمت على الولد، من المكنة السكوتر اللي راكبه البابا ده كانت حاجة روشة جدا، انت فاهمني بابا ده كان روش جدا، وحسيته اللي هو اندرتيكر داخل كده زمان، فاهم؟ وهو بيعاكس الراهبات في الدير كانت في روشة، انا فاهم اللي هو ايه مش اي حاجة. المجلس ده هو بيطلب منه يشرب قهوة باللبن، لهم قهوة باللبن، لا هطلب اسبريسو، فاهم اللي هو انا روش برضه، انا مش قهوة باللبن عشان انا بابا، لا انا روش عادي وهطلب قهوة، فاهمني؟ بس هو بيتكلم على الوقت يعني، بيقول له طب السكر، لا ده السكر ده رجس من عمل الشيطان، فهو عنده اراء كده وحاجات كوميدية. الجميل في البابا ده نفسه ان مش مؤمن ايمان دائم بان كل الحالات محتاجة لجلسة طرد ارواح، ولكن في حاجات بتكون مريضة نفسيا او عندها مرض نفسي او متأثرة نفسيا بحاجة، فهو عشان كده بيقول في الحتة دي ان هما بيكونوا فقط بحاجة الى محادثة صغيرة. وده كان وجه الاختلاف مع المجلس اللي هو قاعد قدامه، ان 98% من حالاته بيتم التعامل معاها بشكل بعلم النفس وليس بجلسة طرد ارواح بالكتاب المقدس الى اخره. من الطابع الكوميدي برضو ان هو كان عنده طابع كوميدي حتى وقاعد قدام الشيطان نفسه كده. انا مش حابب احرق، ولكن انا بتفرج على الفيلم ده عشان راسل كرو تمثيله مميز جدا، هو بيدي طابع مميز جدا في الفيلم ده. الحته بقى ايه لو حد مش عايز يتفرج عليه دلوقتي، الاول دلوقتي حرق، ولكن هو حرق بسيط جدا، مش اللي هو يعني الفيلم بيلقي الضوء بيعمل سبوت لايت على محاكم التفتيش اللي كانت في اسبانيا، ولما كانوا بيحرقوا السحرات وكده. كان في كتاب انا قراته قبل كده واستعنت بقراءه بعض من الاشياء منه، الكتاب بعنوان مطرقه الساحرات وترجمه دكتور احمد خالد مصطفى، كاتب اللي هو كاتب انت خريستوس لو محدش شايف، تمام؟ لو حد حابب يقرا في شيء كويس لحد ما، وفي نفس الوقت هو بيقرا يقرر يعرف هل دي الحقيقه ولا ده استنباط واجتهاد من الشخص الكاتب نفسه، يقرا انت خريستوس. اما ما يقراش مطرقة الساحرات مش هيستفيد منه حاجه. انا قريت مطرقة الساحرات عشان كنت بكتب اغنيه كده بعنوان الرابع، كنت بكتب حاجه كده. اللي كتب الكتاب بتاع قبل ما اكتب كتابي، اللي كتب كتاب مطرقة الساحرات اسمه هنريتش كريمر، وكان دكتور احمد خالد مصطفى في الكتاب بيقول لك ان ده شخص عباره عن شيطان تلبس عباءه القساوسه في الفتره دي، وحتى الفيلم موجه الفكرة لكده، بيقولك ان الكاردينال اللي كان بيعمل الحاجات دي هو كان عبارة عن شيطان لابسه، فكان بيبان ان الحكم ده حكم ديني من الديانة المسيحية، ولكنه كان حكم على لسان الشيطان ومش باين قدام الناس كده. فالكاردينال لما عرف ان الشيطان كان متلبسه حبس نفسه في المكان الدير اللي كان موجود في سبيستيان في مدينة كاستيلا اللي في اسبانيا، واللي كان الدير بتاع عائلة كازيكس فيها، وعشان كده هو تلبس الولد عشان يبعته يجيبوا له الاكسورزيست، عشان يتلبس الاكسورزيست وعن طريق الاكسورزيست يقدر ايه يتحكم في الفاتيكان نفسها. فده الحلو ان في قصه في الفيلم الرعب، على خلاف فيلم هاسك اللي اتكلمت عنه قبل كده، ان فيلم هاسك بيتكلم عن انا عايز احط لك جامب سكير عايز ارعبك وخلاص بجد،
فيلم الرعب بياخد قيمته اكثر من القصه اللي بيحاول يحكيها او القصه اللي بيكون مبني عليها الوحش او الفيلن او الديفل اللي موجود في الفيلم انت بتتفرج عليه. خلينا احس بان ده فيلم رعب فعلا. عشان كده لعبه الرعب ابليس اللي هي لعبه تركيه من قصه تركيه كانت بالنسبه لي اللعبه الاكثر رعبا في مجال العاب الرعب، لان اللعبه مهتميه بالدين الاسلامي. الشخص انت بتلعب بيه لما بيشوف الوحش قدامه او العفريت ده بينطق ايه الكرسي او بيقول بسم الله اسمع بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتلعب لعبه ابليس تخاف. وعشان كده يمكن جيلنا اغلبه بيخاف من فيلم التعويذه، لان فيلم التعويذه كان اكثر ارتباطا بالدين الاسلامي عن طريق الشيخ اللي كان بيجي، وكان اكثر ارتباطا بالاعمال اللي احنا بنسمع عنها بشكل دوري عن طريق الشخص اللي كان بيعمل اعمال. فلما الحاجه بتكون مرتبطه اكثر بالثقافه الدينيه اللي احنا متعودين منها ومش بتكون خياليه قوي، ده اللي بيخلي العمل الفني ده متميز اكثر ومرعب اكثر من كونه يقدر يجيب لك الشيء اسود في اسود ما يجيبهاش بشكل ملون جدا، وان هو يقدر يعتمد على كوميديا فيه ومع ذلك تطلع مرعبه الى حد ما ومقبوله الى حد ما. عشان كده الفيلم ده مميز جدا في الطابع الكوميدي وفي الطابع الرعب بتاعه، واللي كان بيكون مرتبط اكثر بالتكنولوجيا قلت لك كان بيبان فين عن طريق المكنه وعن طريق ارتباطه اكثر بالحياه الدنيويه من القهوه بالحليب والاسبريسو المضاعفه. ففي طابع حلو انساني موجود، مش انا رعب، مش انا جد، مش هظهر لك البابا بشكل الراجل الجد دايما، لا اطلاقا. فبالنسبه لمحاكم التفتيش عشان بس ايه ما نتطرقش لموضوعات تانية ما اختمش النقطه دي، ان الكتاب بتاع مطرقه الساحرات هو عباره عن دستور كان عمله شخصين علشان من الاخر ان احنا نقدر نقتل الساحرات دول ومحدش تحت المسرح اللي احنا بنقوم عليه بحرق الساحرات وشنقهم يقدر يختلف معانا في الحكم اللي احنا بنقوم عليه. وده لانهم الدستور اللي احنا عاملينه او مطرقه الساحرات ده خليهم مؤمنين جدا ان دول بيكونوا اصحاب ضرر عليهم وهم اللي جابوا النجاسه والروث العالم ده. تمام، بغض النظر بقى عن هنا تشكريمر وكتاب مطرقه الساحرات، في بعض الحاجات اللي كانت غريبه بس عايز اوجه ليها، يعني هم قالوا ان تحت كان موجود غاز وده اللي فرقع ادى الانفجار في العمال، في حين لما راسل كرو كان نزل تحت وولع الولاعه كان مستني يضغط ضغط الولاعه عشان يفجر المكان كله بيه هو بالشيطان اللي تلبسه في الاخر بعد ما طلع من الولد. ولكن في النهايه بعد لما الشيطان كان بيتدمر وكان في نار، النار ما ولعتش في المكان، فمش فاهم هي النار بتاعه الشيطان دي نار ملهاش علاقة بالقوانين الفيزيائية ولا ايه، انا مش فاهم. الجملة دي حلوة، ميتافور ورمزية بالاسقف بتاع راس كرو اللي هو جبريل، بيمثل اب حي اسمه جبريل امورس، بيقول له ده ما كانش خطر للدرجة دي، قال له قال له بس انت ايه، انت حلقت وطرت بالقرب من الشمس ايه قليلا. فتقدر تقول ان اجنحة كريس واللي هي رمز العلم واللي بتكون مصنوعة عن الشمع ما تقربش منها قوي للشمس علشان ما تسيحش الشمع بتاعك وهتبان قد ايه جهلك، لان يعني في حاجات بتقرب من معرفتها بتضرك. فده نفس الكلام الشيطان ده. بحب الحاجات اللي بيتم فيها انك تذكر حاجه في الاول بعد كده تعتمد عليها في الاخر. ففي الاول لما كان جبريل ايمورس بيتكلم مع الاب اللي جابه في الدير بتاع سبيستيان ده، قال له طب كان بيقول له انا قريت المقالات بتاعتك يعني، قال له طب والكتب، قال له لا لسه ما قريتهاش، قال له ايه، قال له ذا بوكس ار جود، الكتب بتكون جيده. ودي اخر جمله اتقالت في الفيلم برضو، بحب الحاجات اللي فيها ربط وكده. ظهر الكاست وانتهت الكريدت سين في الاخر، لقيتهم منزلين صوره للاب جبريل ايمورس وان هو توفى في 2016 شكله كوميدي، ما هو اعتقد دي كانت طريقته. وقال جمله مهمه في بدايه الفيلم، ان اللحظات اللي بتفقد فيها الايمان بكون ان الشيطان موجودة دي بتكون اسعد لحظات الشيطان. فاعتقد اصلا الايمان بالشياطين ده جزء من الايمان عندنا في الاسلام، يعني تؤمن بالقدر خيره وشره والشياطين والملائكة وكده، فده جزء اساسي في الايمان، يعني حتى لو انت ما شفتوش بعينك او مش لازم، ما فيش شيطان قبل كده تلبسك، يعني مش لازم في شيطان تلبس حد من عيلتك من اطراف الدرجة الاولى ان انت ما تؤمنش بيه، ما اصحى كده بدل ما ايه بدل تتلدع على لدعه حلوه. اعتقد لازم في المونتاج عايز اعمل واحده حلوه كده جامده عشان يبان الطرقعه جامده. ف اتيه شر الشيطان، مش ما غننوش، اقرا قران، ايه رايك؟ بس كده. عايز اتفرج على فيلم جد، روح اتفرج عليه، فيلم قوي جدا وجميل جدا. تمام، في المشهد ده وهو بيواجه مخاوفه مع الطير وهو نازل الدير تحت، افتكرت ذا دارك نايت وهو بيواجه مخاوفه مع الزبات في البات كيف. كفايه كده لايك وشير وكومنت بجد، حطوا لي تعليق تحت عشان في ناس بتتفرج اللي هم 8 او 7 او ساعات 2 بس،
حطولي تعليق تحت بينولي ان انتوا موجودين، انتوا عايشين معانا بس كده. شكرا.